بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إن شاء الله أعد أني سأتبنى اقتراح الدكتور وسمي في جعل بيت الدكتور جمال الحربش متحفا وطنيا للكرامة إن شاء الله. أول شيء نترحم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نترحم على والد الدكتور جمال الحربش العم ظاهر الحربش، ونسأل الله عز وجل المغفرة، وأيضا نستذكر هذه المناسبة مرور سنة على جوان حربش. وقد تكللت الكويت بالكرامة، تخيلوا لو أننا تمر علينا هذه الذكرى ونحن في المربع الأول، رئيس الوزراء على حاله، ورئيس وزير الداخلية السابق على حاله، وشكر النجار على حاله، فأي يعني غم سيصيبنا وأي غبن سنصاب به. لكن الله عز وجل يعني أكرمنا أن لا يدور الدور أو الحول إلا ونتيجة صمود الأبطال ماثل أمامنا. سنة 2011 هي سنة يعني كرامة للأمة، أحداث كثيرة سقطت، أنظمة جثمت على قلب الأمة عشرات السنين، مثل النظام الليبي والمصري والتونسي واليمني، وقريبا بإذن الله النظام السوري، وتحسنت الأوضاع الدستورية والحريات في بعض الدول مثل المغرب والأردن، وإن شاء الله أيضا هناك مزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية في الكويت. تذكرون باختصار، لا أطيل أنا الأستاذ علي السند، دكتور علي السند طالب الاختصار، ما الذي جر لمثل هذه الندوة؟ يعني لو تخيل ليش صارت أحداث ديوان الحربش أصلا؟ شو السبب اللي جمعنا بهالديوانية الصغيرة وهال يعني إن شاء الله الكبيرة بأهلها؟ شو السبب؟ السبب سكروا المجلس، تذكرون في رفع الحصان عن دكتور فيصل مسلم، أغلقوا الجلسات، عطلوا الجلسات لمدة تقريبا 40 يوم عشان يرفعون الحصان عن دكتور فيصل مسلم. الإعلام صار ضدنا، أو مو ضدنا، الإعلام تم شراءه معظمه أو تحييد بعضه، فقلنا لا نجد إلا أن نلجأ إلى الشعب الكويتي، نعيد الدواوين. فعملنا دواني عند العم أحمد السعدون، وحاول التشويش عليه عندما جاء ذاك الجاهل وعمل تمثيلية أنه مغشى عليه، وأنا كما أذكر قلت في المنصة لما طاح جاهل جسمه الزعابي قال له معك اللي هو الزعابي، معك اللي هو الزعابي، فعطني تليفونك، فأعطاه تليفون أبوك. فهذه القصة ذكرتها في نفس في شهر في 8/12/2010، كانت تمثيلية. ثم جاءوا هنا أرادوا أن يقللوا الحضور، فأرادوا أن يحصرون داخل هذا الديوان، لكن لله الحمد إرادة الأمة غالبة وأمر الله غالب، فكانت هذه النتائج المسرة بالله الحمد والمنة. نتائج أحداث ديوان الحربش وحدت الشعب الكويتي والقوى السياسية. تذكرون أنه على أثر استجواب، على أثر أحداث ديوان الحربش اشترك في الاستجواب ثلاث تكتلات سياسية رسمية، الشعبي والتنمية والوطني، اشتركوا في استجواب واحد، استجواب الكرامة. فهذه من نتائج ديوان الحربش. نحن نتطلع على المستقبل الآن، يعني حصل ما حصل ومرت سنة، نريد أن لا تتكرر هذه الأحداث، الحل الأمني لا نريده. وإذا كان المدارس اللي هي المدارس منعوه من الضرب، قالوا أن الضرب ليس أسلوب للتربية، فكيف جايبين لنا قوات خاصة تبي تأدب الشعب الكويتي وتجعله يخاف ولا يمارس حق السياسي وحق التعبير وحق الاجتماع؟ وهذه كلها حقوق كفلها الدستور، كفلت هذه الحقوق قديما وثبتت في دستور 62، وجايينا في 2010 بعد ما يقارب 50 سنة ليقولوا ليقيدوا الاجتماع ويقيدوا حق التجمع وحق إبداء الرأي. هذا ما لا يمكن أن يكون،
ولله الحمد الآن دارت الدورة واستطاع الشعب أن يفرض كلمته، وكما كان في اجتماع ساحة الإرادة الذي حضر ما يزيد عن 70,000 كان عنوان للكويت كلمة، وكلمة الكويت كانت هي ارحل لحكومة الشيخ ناصر، وطالبوا برحيل المجلس وهما استجابت معه القيادة السياسية. إذن نحن أمام مرحلة تاريخية، أمام فجر جديد يجب أن نستثمره، ولكن انتبهوا لا يسرق أحد منا هذه الإنجازات. علينا أن نخرج برلمان يعني قادر على تحقيق الإصلاح والتنمية، وهو ما بإذن الله سيكون. اليوم انتهت كلمتنا، سعينا إلى الحل نعم، وتم لنا ما أردنا. الآن بقيت كلمة الجمهور الكويتي والناخبين الكويتيين يختاروا ممثليهم، فإن أحسنتم الاختيار كان جاء البرلمان يعني محققا للآمال، وإن أسأتم أو أساء البعض الاختيار أتتنا بعض النماذج الموجودة حاليا في المجلس هذا، الله لا يردها المجلس هذا، أسوأ مجلس مر في تاريخ الكويت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.